اعمل ايه عشان ما تحسدش على السؤال ده مهم قوي. احمد بيقول لي اعمل ايه عشان ما تحسدش على نعمه ربنا اديها لي؟ هل اكذب على شخص عشان ما يحسدنيش؟ بص يا احمد، افتح قلبك قوي للمعنى ده، المشايخ علمته لنا. ما تعملش قيمه للنعمه على حد وانت ما تتحسدش. ما تعملش قيمه للنعمه على حد وانت ما تتحسدش. يعني ايه؟ جبت انت عربية ب 2 مليون جنيه، واحد قال لك الله العربية الحلوة دي مبروك، او ما قالش مبروك. النعمة دي العربية ب 2 مليون جنيه دي ربنا عنده في الخزنة منها كتير قوي، ومدي ناس كتير قوي غيرك. عارف كده، مثلا مثال، يعني لو انا اديتك هدية قلم مثلا بجنيه، واحد قال لك الله ايه القلم ده، قلت له يعني شكرا كتر خيرك، يعني مش قلت ايه ده اوعوا تحسدوني على القلم ابو جنيه، ما على الحقيقه العربيه ام 2 مليون دي ربنا عنده منها كتير قوي. فانت لما ربنا يديك حاجه ما تتصورش ان هي مبهره قوي على الخلق، يعني عادي عادي جبت عربيه بملايين، واحد قال لك الله حلو قوي شكرا كتر خيرك، ربنا عنده في الخزنه كتير واداني واحده منهم. لانك انت لما تحس ان حد منبهر بعطاء ربنا ليك قوي فتخاف من كتر انبهاره، كانك فاكر مثلا ان ربنا ما عندوش وفره من الحاجات دي، فخايف تحصل ربنا ما عرفش يجيبها لك تاني، او خايف مثلا ان عينه تبقى اقوى من حفظ الله لك. مش حاجه الم، ما عرفش فهمتني ولا لا. لما تلاقي حد باصص لك بصه في تليفونك، واحد مثلا جايب تليفون ابل ولا حاجه جديد باشا 30,000 جنيه ولا ايه، هبص لك عليه كده عادي، يعني تليفون ربنا اداني تليفون حلو، اشتغلت وتعبت جالي هديه، شكرا شكرا انك انت بتقول لي مبروك على التليفون الجديد، عادي. يعني بيقول لك اكن واحد بيقول لك الشراب بتاعك حلو، نعمه من نعم ربنا. لما الانسان ما يبقاش هو نفسه مبهور قوي بالحاجه كده، انا انبهر بان ربنا دايما انا في عنايته ودايما بيهديني، ده اللي انبهر بيه، هو بعطائه هو، لكن الحاجه نفسها عنده منه كتير. بصت قوي لما حد من اصحابنا مثلا يبقى عنده ممتلكات غاليه قوي، ما شاء الله مبروك على بيتك الجديد مثلا فيليا بملايين، فتلاقيه قال كتر خيركم شكرا اتفضلوا يا جماعه، مش حاجه يعني عادي، يعني عند ربنا من البيوت دي كتير قوي. فالصدق تكذبش، مش محتاج تكذب، عينه مش اقوى من حفظ الله لك، ما تزعلش ربنا بالكذب، خد الامور بعاديه. والأذكار، لو قلت الأذكار كفيلة بعون الله أن تحميك بإذن الله. صغر موضوع الحسد.